خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا لميا ونعرف منها احوال الطقس في القاهره والمحافظات، لكن كمان نسالها على سؤال الحلقه النهارده. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا باسنت، وصباح الخير عليك شازلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يعني احكي لنا كده ايه فعل الخير اللي انت عملتيه وترد لك. بصي، هو دايما الحاجة الطيبة أو الحاجة الإنسانية اللي بتعمليها بتلاقي ربنا بيرد عليكي برسائل ربانية كده، بتحسي إنه ده حصل لي دلوقتي عشان أنا عملت لحد كذا. وكتير طبعا يعني مش هينفع إن أنا أقول، لكن أنا فاكرة موقف كنت فترة ما كده كنت متابعة طول الوقت المتسولين اللي هم بيشيلوا أطفال وبيتسولوا بالأطفال دي، وكنت دايما بتصل بخط نجدة الطفل وأتابعهم وأصور الناس دي وأبعت لهم على الإيميل وحاجات كده. فما تخيلتش ابدا ان انا ممكن اتحط في موقف شبه كده. كنت في مول وكان معايا ابني، وكنا في صيدليه بشتري انا ادويه، وهو واقف جنبي ما فيش يعني اقل من متر، هو بيختار لعبه وانا بشتري الادويه. في لحظه واحده بس لقيته اختفى من قدامي، وبدور عليه في الصيدليه مش لاقياه. ببص لقيته على اول باب المول ومعاه واحده ست كده شكلها مريب شويه. انا ما قدرتش اتحرك، يعني مخضوضه او مصدومه من الموقف. انا فاكره ان انا بس كنت عماله بشاور بايدي وبجري، مش عارفه انا بجري ولا بمشي ولا بعمل ايه. فلفت نظر السكيورتي ان انا في حاجه، بص لقى الولد فاخده على طول. والست يعني ماشيه كده بتشوح بايديها بتقول انا ماشيه، هو اللي جه معايا. انا ما وقفت لهاش الصراحه، انا خدت ابني في حضني، بس حسيت انه اللي انا عملته ومتابعتي طول الوقت ساعتها على طول حسيت انه ده ربنا بيساعدني وحمالي ابني في الموقف ده.